مرحبا، انا دكتور كميل عايزراني من ام اتش سي، واليوم رح نحكي عن انواع الفيس ماسك بفتره كوفيد 19. بالفئه الاولى عندنا ريسبيراتوري ماسك او الماسكات اللي بيحموا جهاز التنفسي لانه بيمنعوا دخول الحبيبات الصغيره اللي بتحمل الفيروس، بتجي لزق على قد الوجه، وبيقتصر استعمالها لبس مرضى الكوفيد 19 بالمستشفيات للجسم الطبي اللي بيهتم فيهم، لانه الكميات كثير نادره بكل العالم لدرجه انه بعض الدول عم تلجا لاعاده تعقيمها ليستعملوها مره ثانيه. بالفئة الثانية عندنا السيرجيكال ماسك، والماسكات كمان ما بينغسلوا ولازم ينتلفوا من بعد استعمالهم لبضع ساعات، اهميتهم انه بيمنعوا انتقال المرض خلال العطس والسعلة. بالفئة الثالثة بيدخل كل شيء فيه اسمهم هوم ميد فيس ماسك، او الماسكات اللي بنعملهم بالبيت من تيشيرتات وباندانا او غيرها، او اللي بنشتريهم خالصين، هول كثير مهمين لانه بينغسلوا فينا نستعملهم عدة مرات لعامة الشعب. كمان ما بيعملوا الحماية الكافية انه نلقط الفيروس، ولكن بيحموا انه ننقل الفيروس للاخرين.